واش هذا الحاول 5000 درهم؟ اجي شحال يقدر يكون زايد هذه المره هذه الحاول؟ 1200 درهم. تبارك الله ماشي ساهل. على العام اللي فات 1500 405 وخلاها لك 300 تبارك الله. يعني الثمن ما مقادلتش وكل واحد باش كيتكلم وسبحان الله ساعة البيع باقي ما كاينش. شحال داسوا هذا؟ 4200 ها هو هايا دابا خاي سفيان هذا الله يحفظ تمشي تسقسى راه يخلع عقبة الثمن ديالو. السلام عليكم متابعين موقع الطنجاي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في السوق الماشية. سيدي إدريس أجيو معنا نعملوا واحد الجولة مزيونة في السوق. السلام عليكم. تحية يا سي كيف سوما مزيانين؟ كنشكركم بزاف على التنظيم اللي كتقوموا به. تبارك الله عليك الله يرحم والدك. خاو ديالي الغزال تبارك الله عليك الله يرحم باه. الكاميونات هما داخلين تبارك الله، هما باقيين ينزلوا السوق هو بدا كيعمر باقي نعمر ان شاء الله، وكنتمنى هاد الاسمنة تعوض ان شاء الله يا ربي. اسمنة تعوض تعوض. السلام عليكم. ومرحبا الشلحي مرحبا. شحال جبرتي هذاك الخو؟ 5000 درهم الخو. شنو يظهر؟ غلا الخو. شنو يظهر لي؟ تشري موطور ما تشريش هذا. ياك اخ. موطور راه ينفعك يدخل لك رزق واشنو هذا؟ دابا لا قلت لك تعطيه الثمن يعني الثمن ديالو اللي ما تضيع فيه لك. فوتي 3000 درهم. دابا يتخلص اخاي براحي. والله تيتخلص دابا. انا ما جيت عوالي. خلصوا فينو؟ والله الا ما جيت عوالي. اجي وكامل خصكم تهضروا اخوتي يلاه. ما جيت عوالي ما كايناش شي مراقبه عندنا في البلاد اخا. ما كيبغيش يهضر لك قدام الكاميرا. ياه. ما كيبغيش كيخاف. كيشوف الكاميرا كيتخبى. ولا فين هاد الحواله جي قلنا هنايا قدام الكاميرا هذا 5000 درهم. واش هذا الحاول 5000 درهم؟ دير واش ما يعيطش يا خا. هذاك صوت 3700 3600 3000 درهم. هي وانا ما قاعد دابا عاود كتشري على حسب الجهد ديالك هي انا. هذاك راه الحاول واقف شويه. على حساب هذا الغلا هذا وصافي. لا زايده واحد 400 درهم على حساب الغلا هذا اللي كاين دابا. دابا دارت على حساب هذا الغلا وصافي. ولكن هذا العام يقول لك 400 درهم الخاوي يقول لك 400 ماشي 5000. دابا سنا باينه عليك صوامت السوق يا صوامت السوق. طلع تنفوق يعني تنمشي تنشلوح كنمشي. يا اجي شحال يقدر يكون زايد هذه المره هذه الحاول؟ 1200 درهم. تبارك الله ماشي ساهل. على العام اللي فات 1500 والله يجعلهم ضحيه. امين الله يرحم والديك. دابا هذا شحال تبارك الله ديته؟ 660 660 في الاول الثمن الاولاني شحال قال لك؟ قال لي اجي قدامي اذا نسينا باش يبان الحاوليش شحال قال لكم في الاول؟ 405 405 وخلاها لك 660 تبارك الله. وكيفاش دابا درتي السوق ولا جيتي لعندو ديالك؟ درت السوق درت السوق انا هذا دابا هذا الاولاني قال لي 5000 درهم. هذا قال لك في الاول 5000 درهم ماشي هذا يا اخر اللي مليح فحالو قال لي 5000 درهم عطيتو 350 بغا شي يبيع لي جيت عند هذا شريت شريت قال لي 450 قلت له نديك 360 قال لي ديه صافي اللي صح الله يجعلهم تحيه. العام اللي فات شحال كنت شريت؟ العام اللي فات شريتو 345 ويكون شكون اللي قال؟ عنده رباعي كاع بحال هذا شريت العام اللي فات رباعي واش بحال هذا ولا؟ لا بحال هذا من ناحية ديال الوزن من ناحية ديال الوزن بحالو هذا زايد تقول شي 150 درهم درهم الله يجعلهم تحيه. الله يرحم والديك اخاي ابراهيم الله يرحم عمو ديريس بارك الله الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يسلمك. كنشوفك كدور وكتشوف الازمنه كيفاش جاتك الازمنه؟ سبحان الله يعني كل حاجه والثمن ديالها يعني كاين يعني ظهر لي لقينا الحولي غلي دابا هو اللي كاين هنا بالنسبه للحولي رقيق كيظهر لي باقي ما درتش السوق كامل كيظهر لي باقي ما كاينش. وسقسيتي من ناحيه الثمن؟ لا سقسيت الثمن سبحان الله كيظهر لي بالنسبه يعني اش غادي نقول لك يعني كل واحد واش كاين باش غيكون يعني الثمن ما مقادلتش وكل واحد باش كيتكلم وسبحان الله ساعة البيع باقي ما كاينش يعني واحد كيطلع يشوف يعني السوق باقي ما عامرش وباقي بنادم دابا يعني اللي عايشري باقي ما زعمش. نسينا ان شاء الله شحال عاولت تشري ان شاء الله شحال في الجهد؟ الجهد ديالي انا الجهد ديال وسبحان الله انا القدر ديالي يعني من 5000 درهم تحت يعني هيداك هذا الجهد ديالي لان عائله كبيره عندي انا تبارك الله انا تبارك الله راه سبعه د العواول وانا والمراه ثمانيه والعواول كبروهم ملي كانوا صغارين راه كنا شحال دينا ب 30000 فرانك وتسخر لعب 35000 فرانك فهمتي واحد المده ولكن سبحان الله ملي كتكبر العائله وملي
يعني ضروري ما كتزاد الاثمنه. الوقت كتبدل. وضروري ما بقاتش الايام اللي كانت في الايام اللي كانت باقا بكاس براطا والايام اللي كانت باقا بقنطره واللي كانت باقا في جهه تطفيلاج واللي كانت سبحان الله يعني الايام اللي كتعرف. وسبحان الله نطلب الله سبحانه وتعالى كل واحد يجبر على القدر ديالو. امين. نطلب الله سبحانه وتعالى يوفق لكل شيء. واحد جوج سيدات بوباني الله يكون في العون اخي من حول الدواء اخي ضرب 1100 سنين اخي ماشي ديال. يمكن لك تفضل معنا وتشوف الحاولي قداش اخي بغا ما بعد. ماشي خليك الواليده ما تقولش. ماشي غتقول لها. ماشي غتقول لها اخي بغا ما صار لك كلمه واحده ما عندك تا دخل اوليدي. شنو يمكن لك تعمل اخي بغا هذيك الساعه؟ بقى فيك الحال من شفتي الدرس وديك الثمن هذاك. كنحس بحال الام ديالي الله يرحمها اخي بغا بحال اللي كنشوف الوالده الله يرحمها كنشوفها هي. ما قدرتيش يعني. ما قدرتش اش غنقول لك اخي بغا. هضره وحده تخسر عليك ما عندك تا دخل اوليدي شنو غتقدر تعمل اخي بغا؟ كنتمناو الخير والسلامة اخي بغا من الدرويش كامل الخاوة قسما بالله اخي بغا. هذا شحال داسو هذا؟ 4100 ها هو هايا انا شريتي الحولي ولا باقي؟ شريته كيفاش جاك السوق هنايا مزيان؟ مزيان. دابا ملي شريتي الحاولي غتعاود ترجع للسوق ولا ما تعاودتي ترجع؟ اللي كان وهذاك برافو ليك. دابا خاي سفيان هادو الله يحفظ تمشي تسقسى راه خلع عقبة الثمن ديالو مع باقي صغاري كيخايلو هما كبروا يولدوا. سلام عليكم. سلام فين ابراهيم مزيان اخويا بخير الله يرحمك. باينه تساريتي في السوق اليوم. خاوة الغلا اخي ابراهيم. اسمين اللي سقسيتي انتينا فين جبرتيها كتراوع بين وبين 4000 5000 قليل في الجبر 3000 هيدا 4000 5000 6000 الغلا على الدرويش اخاو. ودابا بالنسبه لي لك واش كتشوف السوق ان شاء الله غيطيح شنو لاحظتي في هذه الملاحظه؟ ودابا اخاي ابراهيم باقا ما دخلت الغلم فهمتي دابا باقي ما كاين والو باقي السوق معمر. اول مره جيتي ولا دابا؟ انا جيت البارح بالحق باقا الغلم ما دخلت وقيل عاد تدخل هيدا شي 3 ايام ولا 4 ايام عاد تشوف السوق واش يبقى هيدا ولا يزيد يطيح. دابا غنسقسيك انت نقول لك شحال الجود ديالك غتشري ان شاء الله؟ الجود ديالي هذيك 2500 2600 هي انا جبرتي ديك الحاولي جبرتي الحاولي دابا؟ والو صغير بزاف الخاو 6 اشهر ما عندوش كي يطلب فيها 2600 2600 2500 هي الحوليه باقا لا 3000 درهم 3500 الله يعمل لي فيها الخير ان شاء الله. امين اخي ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف سينا مزيان بخير؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا في طنجه. الله يبارك فيك. دابا انت واش جبتينا الرخا ولا جبتينا الثمن طالع شويه؟ اخويا هذا العام كاين الثمن. كاين الثمن بالنسبه ديال الجفاف الله يحفظنا الله يجيب الشتاء. نسينا مين شنو المطعم؟ خنيفره. خنيفره خنيفره تفوت خنيفره شويه لهيه. داك الشيء فاش كاين الثمن. كاين الجفاف تقريبا 50 هذه فاش كاين الجفاف. كاين البلايص عندنا اللي ما فيش الماء. السيترنا اللي كيديوهم الماء يشربوا. داك الشيء فاش طالعه الكسيبه ما كايناش قليله. دابا تبارك الله الاثمنه عندك هنا شحال كتواصل بين وبين؟ بين 4000 درهم 3500 كل واحد والثمن ديالو. اصغر واحد دابا اصغر واحد 300 دابا لو قلنا هذا هذا اللي غنمشي نشبرو هذا 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 تبارك الله كنقول فيها 320 وهذا هذا صافي هذا هذا على هذا كنقول فيها 4200 درهم 4200 درهم 200 درهم يعني دابا هي كتقول فيها يعني كاين شي الثمن ما كايناش باقي الشرا ما كايناش يعني الناس باقي كيشريو دابا الحاولي باقي ما كايشريش غير كايصومو. فوقاش وصلتي للسوق ديالنا هنا؟ يلا وصلنا اليوم. يعني شوف الناس كيجيو كيسقسيو 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 شحال الثمنه شحال هذه شحال هذه شحال هذه الشراء باقي ما كايناش كيشري 1% ولا ما كاملاش. واحد دابا بنادم كيجي السوق طالع شويه الواحد وي الله يحسن العوان جميعا وكلشي غادي يعيد ان شاء الله. الثمنه باقا تصعوض مع الناس ان شاء الله بعون الله كلشي غادي يعيد كلشي غادي يبيع كلشي باذن الله ان شاء الله. الله يوفق على الجميع. الله يعاون. كما شفتوا الاخوان ديالنا هذه هي نهايه الفيديو هذا السوق بدا كيعمر وان شاء الله رجعوا مره اخرى يكون عامر وتكون اثمنه مناسبه للجميع ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.